حتى لما شفتك يا باشا انا سعيد ان انت كده كده يا باشا. خلي بالك توفيق من دي حاجه كبيره. انا كنت فاكر كنت انت حاجه كبيره قوي. الناس اللي ماشيه في الشارع دي ماشيه في السكون، الناس اللي قاعده في بيوتها دي الناس اللي بتاكل وتشرب بتطمنك بيكوا. اوعى تفتكر ان اللي انت بتعمله ده بسيط، كتير قوي كبير قوي عند ربنا. كتير بتأمن الناس، ناس عايشة بسلام ويكو الله تقول ده حاجة بسيطة. اوعى لفتك دي غالية. يلا كل بقى رغم الفيوم رغم الفيوم. لا حلو انت عارف الناس بتوع الفيوم ناس بتشتغل كويس قوي بتجي على الفحشة. في ناس كده بيبقوا في المحافظات باينين، ناس بتوع الفيوم اكتر ناس تجري على الشغل والرزق المحافظات القريبه من مصر. بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ ها؟ انا دراع يا باشا. انا دراع دراع عامل يا باشا. عامل عامل حاجه جديده. هو ما شاء الله عليك اهو جايب فلوس. بتعمل كام في اليوم؟ 100 جنيه. بتشتغل كام في اليوم في الاسبوع؟ 100 جنيه. يا باشا بتشتغل كام يوم في الاسبوع؟ كام يوم في الاسبوع؟ 4 ايام 5 ايام 5 ايام. وراحة يومين كتير يومين راحة. يا سنك كتير يومين راحة. اللي عايز يعمل مستقبل كويس يبقى عنده شغل 7 ايام يشتغل. راحة هتجري عليه. لو في شغل 7 ايام اشتغل 7 ايام اعمل كام؟ اعمل في الشهر 3000 جنيه مره على مره شهر على شهر على شهر. ما ضيعش الفلوس كلها. بتشرب سجاير؟ مين بيشرب سجاير؟ انت ليه؟ ضاع فلوسه على السجاير كده؟ بتشرب كام عندك؟ ممكن اعمل كافيين 3 ايام. ده صحيح. ده رمضان بشرطه دي فرصه للواحد اللي بيدخل مبادرات الشباب. انت اولى بالجنيه وصحتك اولى بيها. انت لسه شاب صغير انت ما تقدرش تعرف الكلام ده. السجاير دي مش كويسه خالص. السجاير مش ايه؟ انت اولى بالدخل المبادرات. انت اللي بتدخل من الصغار. جايبينكم في المسلسلات كلكم ماسكين سجاير سجاير سجاير. هو كل الظباط بيشربوا سجاير مش كده؟ كل المسلسلات يعني هو يعني نظام الشرطه عشان تشتغل لازم يشرب سجاير. ها؟ زينا يعني كده معناه ان هو بيشتغل بيشرب سجاير. لا قلت لكم كلام حقيقي. من هنا يا حبيبي. يلا كملوا قلت لكم عشان تشرب سجاير بعد كده. طب العلبة بكام؟ يبطلها أحسن. ها؟ يبطلها أحسن. النهارده لو حد شاف حتى 10 جنيه حتى الوضع هيقول عليه إيه؟ ها؟ مجنون. يقولوا إيه؟ طب أنت بتعمل كده؟ السجاير بتولع فيها كده مش كده؟ يلا تعالوا نصور كلنا. يلا ولاد. يا احمد مختار عشان احمد مختار. تعالى يا جدو.
السلام اهلا وسهلا اهلا وسهلا السلام عليكم.